فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم، إذا نشزت المرأة على زوجها فمنعت حقا له عليها، إما الاستمتاع أو غيره، أو أنها صارت تأذن في بيته لمن لا يريده ومن يكرهه، فإن له أن يعزرها بما يردعها، أولا بالموعظة والتخويف، ثانيا إذا لم تجدي الموعظة في الهجر، بأن يهجرك لا يكلمها ولا ينام معها في الفراش، أو ينام معها في الفراش ويعرض عنها. فإذا لم يجدي الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير كاسر للعظم أو جارحا للجلد، وإنما ضرب يوجد منه ألم لكنه لا يترتب عليه أثر ضار.